مسألة تقتضي منا على المدى القصير أن نطلب من إخواننا المسيحيين وكل أصحاب المطالب البريد والصحة بس أنا أرجو بس دكتور أن تفصل قليلا ما بين الوقفة الاحتجاجية لإخواننا المسيحيين وما بين المطالب الفئوية والاعتصامات من أجل الأجور وزيادة المرتبات والدخول، لأن في فرق أساسي وهو أن الإخوة المسيحيين يقولون نحن تعرضنا لاعتداء وهذا الاعتداء يمس أحد دور العبادة. وهذا الكلام يعني أنا وأنا داخل مبنى التلفزيون امبارح والنهاردة الناس بيقولوا لي احنا نصلي فين إذا كنا لسنا يعني نشعر بالأمان في بيوتنا وفي دار العبادة، هنا في مشكلة. سأجيب على سؤال، قطعا هناك فارق في محتوى أو مضمون المطلب، لكننا إن وضعناها في الصورة الأكبر هناك ثورة حدثت وهناك عقلية في جانب منها غير متقبلة لفكرة أن نثور دون أن تحقق مكاسب مباشرة لها، تكاش إن أخذ حاجة أنا عائد بقى من الثورة دي، أنا الثورة دي حصلت أمرك استفدت إيه؟ إحنا بنقول إيه؟ إن هذه الطريقة في التفكير مضرة ومضرة جدا. هناك ما يمكن تسميته بالثورة المضادة، الثورة المضادة مرة أخرى هي ليست حد قاعد بيخطط، إنما هي إحنا قلنا عقلية ما قبل 25، هذه العقلية هي اللي خلتنا نجد أنفسنا أمام من يريد أن يتفاوض بمنطق تفاوض كي تفرق المتظاهرين، هناك من شن هجمة إعلامية على المتظاهرين بمعنى من المعاني، هناك من تعامل مع المسألة بمنطق الفوضى الأمنية كي يجد هؤلاء أن عليهم أن يختاروا بين الحرية والأمن أو الاستقرار، يعني هي كلها المطالب الفئوية هي نوع من عقلية ترفض أن ترى الثورة تتم لأنه يريد الآن مكاسب. هذه المطالب أخشى، وهذا كلام دكتور سمير وأنا وافقه عليه، أنه من الممكن أن نرى ما حدث في أطفيح يحدث في أماكن أخرى. لماذا؟ لأننا لا تزال لدينا عقلية أن زمنا جديدا لم يولد بعد، وأن كل مشكلة تواجهنا ننزل الشارع. أنا بقول بس يعني دعوا المؤسسات تنشأ حتى يوجد لديك من يجيب مطالبك بالمعنى الدقيق، يعني ليست لأننا قد نصل إلى نقطة أعتقد أن هذا جزءا مما فهمته من كلام السادة الوزراء، انه هنيجي عنده نقطه ومش هنقدر نستجيب لكل المطالب. صحيح. لانه بهذا المعنى الدوله اصبحت اداه في يد من ينجح في ان يجمع بضعه الاف ويقفون في الشارع. الشعب يريد تغيير مدرس ابتدائي، الشعب يريد تغيير الناظر، الشعب يريد فهنتهي بين الحال الى دوله، ونحن لا نريد ذلك. الدوله من خصائصها ان تتمتع بما نسميه استقلال نسبي عن مواطنيها، استقلال نسبي ليس مطلق، والا تصبح دوله ديكتاتوريه تماما. طيب انا استاذنكم بس أصدقائنا المشاهدين على الفضائية المصرية هينفصلوا عنا دلوقتي علشان يتابعوا نشر الأخبار، ونحن بكون معكم طبعا على شاشة القناة الثانية، ويمكنكم متابعة القناة الثانية على النايل سات كمان بثها على النايل سات. دكتور سمير، ما طرحه الدكتور المعتز وهي فكرة الآن الآن الآن، هي لو يعني بصينا للصورة من الجانب الآخر، لو أنا موظف في بنك أو موظف في شركة أو عامل في مصنع أو من الذين يتظاهرون الآن من أجل هذه المطالب الفئوية، بيقول ما هو بعد هذه الثورة إذا لم أعبر عن صوتي وعن مظلمتي وعن حقوقي الآن، إمتى الوقت التاني اللي هعبر فيه؟ أنا بداية أوافق على كل ما طرحه الدكتور معتز. خلينا نوصف بدقة ما الذي حدث عشان ده هيسهل لنا أمور كثيرة. ما حدث في مصر في الشهر الماضي حالة غير مسبوقة في تاريخ مصر منذ محمد علي إلى يومنا هذا، وانا بقولها كده بوضوح، وربما ما اعرفش حد سبق وذكر هذا الكلام ولا لا، لكن منذ محمد علي لم يحدث هذه الحاله. كويس. بمعنى محمد علي انجز نهضته من فوق بقرارات فوقيه من الحاكم، واستجاب من اول تاسيس الجيش الوطني، تمليك المصريين الارض لاول مره في تاريخ المصريين بعد ثم بنجد بقى حركه المواطنين، إما طبقة بتقود هذه الحركة في ثورة 19 أو كاريزما سياسية في عبد الناصر في 52، لأول مرة ناس بتنزل الشارع وتسقط الحاكم ويصبح لدينا حاكم سابق. يعني وقت محمد علي كان لدينا حاكم مستنير، حاكم مستنير الآن القاعدة هي المستنيرة. بالضبط كده. ودي حالة غير مسبوقة. يعني أنت في ثورة 19 كانت طبقة التي تقود، في ثورة 52 كاريزما عبد الناصر والجيش، أنت لأول مرة الناس بتنزل الشارع وتسقط الحاكم ويصبح لديك حاكم سابق. تمام. يعني على الأقل ما شفناهاش، يعني كان الحقيقة ما شفناهاش وما كنا نشوفها، واخد بال حضرتك؟ هذه لأول مرة. وبالتالي لابد من
طردية يعني مقابل موضوعي محسوس وملموس، ولم أحد يعني لم يقترب أحد من هذا الأمر. بمعنى كلنا انشغلنا بالتعديلات الدستورية، ماشي، كلنا انشغلنا برئاسية الأول أم برلمانية. أنا بتصور أن المقابل الموضوعي الذي يرضي هذا الشعب في حركته هو إطلاق حرية تشكيل التكوينات المدنية بأنواعها بشكل رسمي ومقنن. بمعنى أنه مصر سقط الحاكم وأصبح لديك حاكم سابق، وصدها على طول إطلاق حرية المحكومين في تنظيم أنفسهم. إذا حدث هذا أنا أتصور أنه الروابط المهنية، اتحادات النقابية، ما فيش حاجة اسمها اتحاد عمال مصر من ده اللي هو أمم الحركة العمالية من أيام عبد الناصر، لا، يبقى كل التنظيمات دي لو تمت في خلال هذه الفترة تستوعب كل هذه الحركات الاحتجاجية. بقرار فوقي ولا بتنظيم مؤسسي من تحت؟ بتنظيم مؤسسي ويقبل، يعني يبقى في قوانين منظمة من حق ان الناس يبقى ليه، يبقى في نقابات مهنية متنوعة، روابط فلاحية، اطلق حرية التنظيم المدني بتشكيلاته النوعية بألوانه وانواع بتنوياته النوعية من فكرة العلم والخبر. الحالة اللبنانية علم وخبر بالاختار، اي مجموعة المذيعين يعملوا رابطه السين صاد هنا، ده هيؤدي الى فكره يبقى في اداه لدى المواطنين في التعبير، ما يبقاش الشارع فقط هو صحيح. انما القضيه قضيه، وهنا بقى انت بتخش في مأسسة العمليه الديمقراطيه. هو ده اللي الجا بدايه الشباب ثم باقي طوائف الشعب المصري عن نزول الشارع، لان كل قنوات التعبير عن الراي كانت مسدوده. هو كده بالظبط. نريد بقى ان نعيد، لان مش ما ينفعش انا وحضراتكم نتضايق من حاجه فنقوم نازلين بكره الشارع، لازم يبقى في القناه بقى، قناه ديمقراطيه، وده واظن ده الطبيعي. انا يعني ما حدش الحقيقه للاسف انا بتابع بدقه بحكم يعني انا يعني مش يعني الواحد بيحاول يتامل المسائل اكتر، يعني ما بتحركش كتير قوي يعني في لكن بحاول اتامل الموضوع. ما حدش طرح هذا الامر، اسقاط الحاكم يقابله حريه اطلاق حركه المحكومين وبالمطلق بشكل مؤسسي قانوني ودستوري، تشوف يتعامل ازاي بآلية ما. انا اظن دي اداة مهمة في الفترة اللي جاي، اداة استطيع حتى في عملية التفاوض. النهاردة مش معقول رئيس الوزراء كل يومين هينزل يتفاوض مع ملايين، لكن يستطيع ان يتفاوض مع نقابات ممثل لرابطة المذيعين، لرابطة الكاميرامان، لرابطة مش عارف ايه العلوم السياسية، لرابطة كذا. يبقى انا هنا بحاول اعيد تنظيم المؤسسي المدني للدولة. احنا اظن فيما اظن يعني من 52 لغاية النهاردة يعني كان دايما الاتجاه هو في مأسسة السلطة وإطلاق. خلينا النهاردة نجرب فكرة مأسسة الحركة المدنية المصرية، مأسسة المجتمع إذا جاز التعبير. ده كلام محترم، وده يا دكتور معتز هيعفينا بقى من بعض الظواهر اللي كنا شفناها في الفترات الأخيرة للنظام السابق وحكومة الدكتور أحمد نظيف أيضا السابقة، في فكرة المطالبات والاعتصامات اللي كانت قدام مجلس الشعب ومجلس الوزراء. الناس ما كانتش لاقية قناة توصل فيها صوتها، وكانت لا تثق في نقابتها ولا حتى في ممثليها، لان دايما كان بيتم اختيار الاشخاص الغلط في المكان الصح. فنعيد اللي بيطرحه الدكتور سمير دلوقتي، ان احنا نعيد ترتيب البيت من الداخل، ان يبقى في قنوات شرعيه موثوق فيها منتخبه من هذه الفئات من العمال، يبقوا عارفين ان هذا الممثل مش بصاص عليهم، بالعكس ده هو ممثل حقيقي، مش بيمثل عليهم، بيمثلهم، بيمثلهم مش بيمثل، بيمثل عليهم، مش بيمثل بيهم ولا عليهم بينما بيمثلهم. مظبوط. طيب الخطوات دي تيجي ازاي؟ ونحن كنا خلينا برضو اقولها بمنتهى الصراحة، ان احنا كنا في تراكمات عصر طويل، في ناس عايزة تسميها 60 سنة، وفي ناس عايزة تقللها شوية لـ30 سنة، لم نمارس هذا. كيف سنستطيع نمارسه وفي ايام؟ مثلا هم 5 مراحل، اي ثورة في العالم بتمر ب5 مراحل. انا مش هقولهم كل واحد ما ضاعش وقت حضرتك، لكن اجمالا احنا في المرحلة الثانية اللي بيسموها الرومانسية الثورية. اي حد فاكر انه اي مشكلة بتواجهه انزل اعمل ثورة لا، لازم ده لازم يقف. هيقف ازاي؟ بالمؤسسات. ده اللي اتكلم عنه دكتور سمير، اللي هو بداية وضع مؤسسات. هنا بقت فكرة تعديل الدستور مهمة للغاية، والتعديلات اللي موجودة جيدة. يعني انا واحد من الناس هعطيها صوتي. التعديلات اللي هنستحق عليهم 19، انا
اعتقد انها جيده، لانه البديل مرعب. وانا مش عايز ادخل يعني ممكن الكلام في ده لاحقا، لكن لابد من ده، لابد من اجراء انتخابات بسرعه، لان الانتخابات هي اللي هتدي لنا الفرصه للمجلس التشريعي اللي هيعمل المؤسسات دي، بحيث ان انت في النهايه ما تلاقيش نفسك في الاخر يعني في حاله الفوضى. عارف حضرتك كرتونه بيلي واتبطرت انت عايز تلمها تحطها في شانلز قنوات، هي القنوات دي اسمها المؤسسات، المؤسسات المنتخبه، تلاقي نفسك في يوم من الايام قاعد بتتكلم مع ممثلين لاتحاد بريد مصر، نروح بقى نتكلم نشوف ايه عايزين، ايه الجدول الزمني اللي يرضيكم، احنا مواردنا كده، انا مش هقدر ادي لك كل ده، وادي موارد اهي، وانا هقول لك مرتب رئيس مجلس الاداره اهو عشان تبقى عارف، بدل احنا كنا في حاله الفوضى غير البناء اللي احنا كنا عايشين فيها، لا تبقى فيه شفافيه، نقدر نتكلم بعقلانيه، المؤسسيه هي قرين العقلانيه، اللي انت شايفه في الشارع وان كان في جانب عقلاني لكن في جانب ايموشنال، جانب فوضوي، جانب عاطفي، جانب اي شائعه هنا او هناك، ان ما عندكش حد لما يتكلم الناس تحترمه باعتبار انه، فانت محتاج بسرعه ان يكون عندنا مجلس تشريع. طبعا لازم يكون في مجلس تنفيذي، بمعنى لازم يكون في حكومه، لازم يكون في رئيس جمهوريه، وبالتالي احنا لابد ان ننتقل من ده اللي هينقلنا للمرحله الرابعه اللي هي الواقعيه الثوريه، من الرومانسيه الثوريه هتلاقي المؤسسات تنقلك للواقعيه الثوريه. تقول ايه بقى؟ لا بلاش، يعني ايه مش كل حاجه عايزينها نحققها دلوقتي، طب ما نتفاوض مع بعض الاول. دي فكره انك انت تعمل نوع من التفاوض الداخلي بين العمال، التفاوض الداخلي، شوف ايه الاولى بالتقديم. مش بص لاقي امامك، ما انت برضه احيانا بتشوف مطالب غير منطقيه، تلاقيهم بيطلبوا حاجات كتيره قوي قوي قوي، لو تمت الشركه هتفلس. صحيح. بص لبعض العمال، انت حضرتك عندك قطاع خاص مسؤول عن 17 مليون من ال 22 مليون ناس بتشتغل في مصر. تمام. طب انت لما تيجي تقول لي انا عايز كل دول هم مرتباتهم تتضاعف، انت عارف هيضعفها لك اول شهرين، الشهر الثالث هيقفل. صحيح. لان هيبان لي عملاء الموظفين والعاملين في احد البنوك الاسبوع اللي فات طالبين ب 100% من رواتبهم. يعني بنقول ايه؟ انت عارف حضرتك والله هذا مطلب مشروع، لكن انا بقول في احيانا بيكون المطلب المشروع في التوقيت الخطا غير مشروع ومضر. احنا تاني كده يا دكتور؟ ده مطلب مشروع، لكن المطلب المشروع في التوقيت الخطا بيكون مضر، بيكون غير مشروع، بيفقد شرعيته، لانك في النهايه انت بتحط قضيتك الخاصه اللي هي على عيني من فوق. انا اعتقدش ان في اي حد في هذه اللحظه بيفكر لابد من اعاده توزيع الدخل في المجتمع، لابد من ضرائب تصاعديه، بمعنى انه بدل ما حد بياخد، يعني احنا عندنا في قيله ان الفجوه بين اقل مرتب لاعلى مرتب زي من 1 ل 40 ألف في بعض المؤسسات، رقم مهول. صحيح. رقم مهول. في مؤسسات، واحنا في مؤسسات صحفيه رئيس مجلس اداره مؤسسه بياخد 1,000,000 جنيه، ومحرر او موظف او عامل في المطبعه بياخد 500 جنيه. صحيح. احسن. هو المليون جنيه ده اللي بياخد 1,000,000 جنيه ده يعني هيبقى عنده مشكله في الحياه لو خد 500,000؟ ايوه. لو خد 300,000، 700,000 دول لو توزعوا على المؤسسه هيشوفوا الرقم. وبالتالي احنا عايزين اطار ضابط، اطار مؤسسي، مش مجرد قرار يتخذه حد، لان احنا مش عايزين، انا التعبير ده بيصدمه كتير، مش عايزين سطور الجزار، احنا عايزين مشره الجراح، احنا عايزين مساله تدار بعقلانيه، بمؤسسيه، انما منطق ان احنا المجلس العسكري يحل، مش عارف المجلس العسكري، لا هو مش شغلته ده، هو في مرحله انتقاليه الى ان يتم تسليم السلطه لمجموعه من المدنيين يمثلون قطاعات واسعة من المواطنين في انتخابات حرة نزيهة، ولتدار المسألة عبر هذه المؤسسات بهذه. طيب أنا الطريقة. عشان وقتي وهرجع معاك في النقطة الأخرانية، لكن دكتور سمير دلوقتي علامات الانتقال السلمي من مرحلة ما بعد الثورة إلى مرحلة الاستقرار المدني اللي احنا عاوزينه، واللي وعد الجيش بحدوثه إن شاء الله بعد 6 أشهر أو سنة، يعني ربنا يقصر المدة قدر الإمكان. ايه الخطوات 1-2-3 اللي نتمناها علشان على الاقل نبقى كلنا كمصريين شايفينها ونعمل على تنفيذها؟ يعني انا بتصور انه يعني موازي للتعديلات الدستوريه، انا بتصور، لا انا رايي انه لو فكره انه القبول بفكره القانون حريه التنظيم الشعبي دي، انا رايي انها هتكون مهمه ومفيده جدا. تمام. وهتيسر سرعه الانتقال، لانه النهارده موضوع التعديلات الدستوريه بالرغم من انه هو قطعا فيها قدر من التقييد لسلطه الحاكم طبعا لاول مره اربع سنوات، لكن الحقيقه في خلاف على التعديلات الدستوريه، وبعدين في خلاف هل الرئاسيه الاول ولا البرلمانيه الاول، وانا اظن احنا داخلين في يعني الديبيت ده معقد جدا وبقى يعني شائع وربما يكون معوق.